مع توجيهات الكوتش لي والسيف كيوردز علمنا كيف ندافع عن أنفسنا، علمنا كيف نبني استراتيجية وننصب فخ للشخص اللي قدامنا. When I first came to Saudi Arabia, it was strange to see the separation of the gyms of female to male. Boxing has always been something I've done, whether it was female or male, together. هذه الفرصة إني أثبت فيها إن المرأة السعودية هي قادرة بإذن الله. لي 4 سنوات أمارس رياضة البوكسينج، لكن كنت أمارسها على كيس الرمل والهافي باكس. انتقلت نقلة نوعية يوم جيت في الفايت كلوب، لأن هنا قدرت أسبر مع ناس يكونون ضدي وبحلبة.